فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا مما أمركم الله تعالى به ومما نهاكم عن ضده، فقد قال تعالى في هذه الآيات مناديا لكم مخاطبا لكم واصفا لكم بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما من أشرف أركان الصلاة، وخص الصلاة بالذكر لأنها من أشرف العبادات، ثم عمم سبحانه وتعالى في العبادات فقال: واعبدوا ربكم، ثم قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فشمل الأمر بفعل الخير الواجبات والمندوبات، هكذا أمرنا الله تعالى، فعلينا أن نأتمر بما أمرنا الله، علينا أن نركع ونسجد محافظين على ركوعنا وسجودنا، محافظين على صلواتنا، علينا أن نجهد في عبادة ربنا، أن نؤدي الواجبات منها وغير الواجبات، وعلينا أن نحرص على أفعال الخير واجبها ومندوبها. بذلك نمتثل قوله تعالى في هذه الآيات: اعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى وعبر عنه بعبارة أخرى تتفق مع ما مضى في المعنى، وذلك إيذانا بالاهتمام، فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا في الله، في ذات الله، في سبيل الله، بامتثال أمره واجتناب نهيه. جاهدوا أي ابذلوا جهدكم، والجهد ويضم هو الطاقة، ابذلوا طاقتكم ومجهودكم في امتثال أمره تعالى واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. جاهدوا فيه حق جهاده، أي جاهدوا فيه الجهاد الحق، والجهاد الحق هو ما كان على وفق ما أمر به سبحانه وتعالى وما نهى عنه، ثم أضاف ذلك الجهاد إلى نفسه سبحانه وتعالى إيذانا بأن ذلك الجهاد يجب أن يكون خاصا به سبحانه وتعالى، وأن يكون خالصا له سبحانه وتعالى. ذلك في معنى قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. وبذل المرء جهده في سبيل الله تعالى يعني سائر أنواع الطاعات. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة أن الجهاد أعظمه هو جهاد النفس الأمارة بالسوء حتى تطوع بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه على وفق ما شرع. ثم الجهاد اللساني وهو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتعليم شرع الله تعالى لعباد الله. وهناك جهاد السيف، جهاد أعداء الإسلام، وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفاع. وذكرنا لكم أن جهاد الطلب لا بد من أن تتوفر شروطه وأن تنتفي موانعه، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فالجهاد جهاد أعداء الإسلام فريضة مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الحج، لكن لا بد من أن تتوفر شروطها وأن تنتفي موانعها، فما كان مختل الشروط
أو غير منتفي الموانع فليس به ذاك الجهاد الذي أمر الله تعالى به، وما لم يكن على وفق ما أمر الله تعالى به فليس بمقبول عند الله. فعلينا أن نتحرى أوامره تعالى ونواهيه، ونتحرى الكيفية، ونتحرى الشروط والموانع حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أما إذا جمحت العاطفة وعمل الشخص ما يقصد به التقرب إلى الله تعالى لكنه ليس على وفق أمره تعالى ولا نهيه فذلك عمل ضائع. والله تعالى قد قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكرنا لكم قاعدة عامة شاملة فيما يتقرب به إلى الله تعالى، ألا وتلك القاعدة هي أن العمل الذي يبتغى به وجه الله لا بد من أن يكون أولا مبنيا على إيمان قائم على أركانه الست التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان في الحديث المشهور المعروف، وأن يكون هذا العمل المبني على الإيمان بأركانه التي ذكرنا وأشرنا إليها، يكون ذلك العمل مع ذلك على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، على وفق سنته، على وفق ما شرع الله تعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال كما ذكرنا آنفا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثالث للعمل الذي يبتغى به وجه الله أن يكون العامل أخلص فيه لله تعالى بأن قصد وجهه ولم يقصد غير ذلك من المقاصد التي قد يسول بها الشيطان وتسول بها النفس. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه يتميز العمل الخالص من غير العمل الخالص بأن يكون العمل الذي يعمله العبد لا يريد به من الناس جلب خير ولا دفع شر من الناس ولا أن تكون له مكانة في نفوس الناس، بل يريد ابتغاء وجه الله تعالى بعمله مستشعرا أنه إذا ابتغى وجه الله تعالى وتقبل منه عمله فهو سيعطيه ما يريد ويحقق له ما يقصده في دنياه. أما إذا صرف العبادة بنيته لغير الله تعالى فقد حبط ذلك العمل والعياذ بالله. هذا في معنى العمل الذي يبتغى به وجه الله، وفي معنى قوله تعالى في هذه الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم قال تعالى: هو اجتباكم، هو شرفكم وعظمكم واختاركم لامتثال أمره تعالى واجتناب نهيه، اختاركم أيها الناس لأن يكلفكم بامتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما أرسل به رسله وختمهم بخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نستشعر أن الله تعالى اختارنا واصطفانا وعظمنا بأن حملنا هذه المسؤولية التي إذا أديناها أعطانا الجزاء الأوفى والجزاء الأعظم وجعلنا خير عباده. فعلينا أن نستشعر هذا المعنى ليكون حافزاً لنا على تحمل مسؤولية التكاليف الشرعية، وأن نطلع بها وأن نقوم بها حق القيام. هذا في معنى قوله: هو اجتباكم. ثم قال تعالى: من فضله علينا ونعمته علينا ورحمته بنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في هذا الدين الذي شرع لكم وهذه التكاليف التي كلفكم بها، ما جعل عليكم من حرج فيها، ما جعل عليكم من ضيق فيها، بل إنه سبحانه وتعالى كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى حكاية عن عباده المؤمنين مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال تعالى لما قال المؤمنون والرسول هذا الدعاء: ربنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: قد فعلت. وقد ثبت في الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين لما نزلت آية لا يكلف، لما نزلت آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على ركبهم وقالوا: هذا ما لا طاقة لنا به، ما يخطر على قلوبنا، لا نملك دفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. لما قالوها ووطأت القلوب الألسنة رفع الله عنهم ذلك الحرج الذي هو التكليف بما يخطر على النفس. ومن المعلوم أن الشخص لا يملك ما يخطر على نفسه، فننزل الله تعالى رفعا ونسخا لآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبذلك تقرر أنه لا يؤاخذ بما في النفس، بما تحدث به النفس، إلا شيء هم به الشخص أو عزم عليه. أما ما تحدث به النفس وما يخطر على القلب وما إلى ذلك فهو لغو عفو. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل. ثم إنهم لما قالوا ذلك أنزل الله الآيات السالفة الذكر، ودعا المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء الذي أشرنا إليه، ربنا والذي منه: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لما دعوا هذا الدعاء قال الله تعالى: قد فعلت. فالله تعالى لا يكلف هذه الأمة ما لا طاقة لها به، وذلك في معنى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد كان من قبل هذه الأمة عليهم من التشديد ومن التضييق ما رفع عن هذه الأمة، كما جاء في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد كان بنو إسرائيل من قبلنا إذا تنجس ثوب أحدهم لا يطهر ما تنجس من الثوب إلا أن يقطع ما أصابته النجاسة من الثوب، وكذلك ما أصابته النجاسة من الجسد لا بد من أن يقتطع من الجسد. قد كان من إصر بني إسرائيل من قبيل صاحب الإسراء قرضهم مواضع الأنجاس ببدن تكون أو لباس، وكانوا إذا اقترف أحدهم الذنب إنما توبته من ذلك الذنب أن يقتل نفسه، يعرض نفسه للقتل. فالله تعالى رفع هذا عن هذه الأمة، والله تعالى قد أخبر عنهم أنهم لا يتوبون إلا بقتلهم أنفسهم، بقول الله تعالى حكاية عن موسى أنه قال لقومه: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فرفع الله تعالى عن هذه الأمة كل ذلك الحرج وكل ذلك الضيق، فكانت التوبة من الذنب بالاستغفار الخالص لله تعالى، وبإقامة الحد فيما فيه الحد، وأداء الكفارة فيما فيه الكفارة، وبسؤال المغفرة من الله تعالى، والندم على اقتراب الذنب وما إلى ذلك. وهذا الحرج الذي قلنا إنه مرفوع عن هذه الأمة، واليسر الذي ما هو مفتوح لهم بابه، والعسر الذي سد عنهم بابه، يجب علينا أن نعرف حده وأن نميزه من كل ما قد تكرهه النفس وتسول النفس أن فيه على الشخص مشقة وهو ليس فيه مشقة. فهناك المشقة التي تقتضي أن العبد إذا لم يترخص يحصل له عسر ويحصل له ضيق واضح، أما المشقة التي هي دون ذلك فلا يخلو تكليف من التكاليف الشرعية منها، لأن التكليف معناه في اللغة هو إلزام ما فيه مشقة، كلفه بكذا بمعنى ألزمه ما يشق عليه، هذا هو معناه اللغوي.
كما يدل على ذلك قول نابغة ذبيان في شعره: تكلفني أن يفعل الدهر همها وهل وجدت قبلي على الدهر قادرا. وهذا المعنى بعينه هو المعنى الشرعي، التكليف إلزام ما فيه مشقة، لكن المشقة العادية التي يمثل لها ببرودة الماء في الوقت البارد على من يتوضأ أو يغتسل، أو يمثل لها بما يجده الصائم من عطش ومن جوع إذا صام، أو ما يجده الحاج من تعب في أداء مناسك الحج وما إلى ذلك، أو ما يحصل للشخص من كل ما فيه نوع من المشقة في أدائه لبعض العبادات وفي اجتنابه لبعض المحرمات، فهذه مشاق عادية لا تخلو منها التكاليف. أما ما كان فوق ذلك من المشقة فهو المعني بأنه مرفوع وأن الله تعالى يرخص من أجله، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نصدق الله سبحانه وتعالى لامتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما شرع، وأن نمعن نظرنا في تمييزنا ما هو مشقة تجلب التيسير وما هو مشقة لا تجلب التيسير، لا تخلو منها التكاليف العادية. فالمشقة التي تجلب التيسير مشقة زائدة على التي في التكاليف الشرعية المعتادة، ويدرك ذلك ويميزه من نور الله بصيرته من أهل الإيمان، ومن أشكل عليه ما نزل به من حرج أو من ضيق أو من مشقة فعليه أن يستنير بأهل العلم والذين تمرنوا وتدربوا وميزوا بين المشقة التي تجلب التيسير والمشقة التي لا تجلب التيسير. فعلينا أن ندرك هذا المعنى وأن نعلم أن المشقة مرفوعة، ولكنها تلك المشقة الزائدة على التي في التكاليف الشرعية. هذا هو الذي ينبغي لنا أن ندركه وأن نعقله عن الله تعالى. وهذا في معنى قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بارك الله تعالى لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى في الآيات الآنفة الذكر: ملة أبيكم إبراهيم. إلزموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبيكم إبراهيم. هذه الملة قد قال الله تعالى فيها مخاطبا النبي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولقننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول في شأنها في صباحنا ومسائنا في الأذكار الصباحية والمسائية المأثورة عنه، أن نقول في صباحنا: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. وأن نقول هذه المقولة، نقول هذا الدعاء، هذا الذكر في المساء أيضا، فإذا أصبحنا قلنا أصبحنا، وإذا أمسينا قلنا أمسينا. فإذا ملة إبراهيم التي ألزمنا الله تعالى بها هي المتمثلة فيما صح لنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياه في هذا القرآن المنزل عليه وفي السنة التي بيّن بها القرآن وتلك السنن التي أوتيها مع القرآن. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي القرآن ومثله معه، فالقرآن ومثله الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم معه تتمثل فيه ملة إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم. هذا في معنى قوله: ملة أبيكم إبراهيم. ومعنى ذلك هو أن تحرصوا كل الحرص أن تسلكوا تلك الملة وتلك الطريقة، وأن تحذروا من الحياد عنها، أن تحذروا من الحيدة والميل عنها. وهذا في معنى يبينه ويوضحه قوله تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير تلك الآية أنه خط خطا مستقيما هكذا وخط خطوطا تتجه إلى غير اتجاه ذلك الخط، ثم قرأ الآية وبين أن تلك الطرق المنحرفة عن ذلك الخط المستقيم على رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليها. فيا عباد الله ملة أبيكم إبراهيم، يا عباد الله إن الله تعالى قد قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم إنه تعالى أخبرنا أنه سمانا مسلمين، أو أن أبانا إبراهيم سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين. الضمير قيل يعود إلى الله تعالى وقيل يعود على إبراهيم، وعلى كل حال الذي سمانا على الحقيقة مسلمين إذا اتصفنا بالإسلام بأركانه بجماع أعماله أقواله وأفعاله مأموراته ومنهياته، فالله تعالى قد سمانا مسلمين، سواء أكانت التسمية في الآية منه تعالى أو من إبراهيم، لأن إبراهيم لن يسمينا مسلمين إلا بأمر الله تعالى وبإذن الله تعالى. وإذا كان الله تعالى وكان إبراهيم قد سمانا مسلمين فعلينا أن نتسمى بهذا الاسم الجامع، علينا أن نعلم أننا جميعا اسمنا المسلمون، وعلينا أن نعلم أن ما يحصل في فهم هذه الشريعة من خلاف تنوعي هو خلاف رحمة، وأنه لا يقتضي أن يخرج بعضنا البعض من دائرة هذا الإسلام ومن هذا الاسم الذي قد سمينا به. فالخلاف التنوعي الذي تمثله المذاهب الأربع المعروفة، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد، مذهب الشافعي، هذه كلها مذاهب عقيدتنا المجمع عليها، أننا نعتقد أنها مذاهب السنة وأن كل واحد منهم على هدى من ربه. هذا يدلنا على أن ما بين أولئك الأئمة وبين أتباعهم من الخلافات الفرعية المعروفة لا يقتضي ولا يبرر ولا يحل لأحدهم أن ينبس الآخر بأنه ليس بمسلم، بل أو أن بأنه ضال أو أنه مبتدع أو ما إلى ذلك. فالخلاف التنوعي خلاف رحمة، ونحن جميعا مسلمون على ما نعيشه فيما بيننا من اختلاف تنوعي، والحذر الحذر من خلاف التناقض. خلاف التناقض محرم، وهو البلاء الذي ما مليت الأمة ببلاء أعظم منه. الخلاف التناقضي هو أن يعتقد كل منا أن الآخر ليس على الحق وأنه على الباطل، أو أنه كذا أو أنه كذا، ثم يترتب على ذلك من التفرق ومن التقاطع ومن التنابز ومن التناحر ما يترتب عليه مما تعيشه الأمة الإسلامية أو معظمها للأسف. فيا عباد الله، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سائر أنحاء المعمورة، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم المتمثلة في هذا القرآن وفي هذه السنة، هو سماكم المسلمين، أنتم كلكم مسلمون ما دمتم تتصفون بصفات الإسلام. وقد علمتم أن نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم جعل هذا الإسلام قائمًا على خمس دعائم وعلى خمس قواعد، أولها شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله، الثانية إقامة هذه الصلاة، الثالثة أداء الزكاة، الرابعة صيام رمضان، الخامسة حج البيت. هذه أركان الإسلام التي أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها أركانه وأنها أسسه، والأمة بكاملها إن شاء الله تعالى تقوم بهذه الأركان وتتصف بمقتضى هذه الأركان، فإذا هي أمة مسلمة. وما كما قلنا ما تعيشه من بعض الخلاف التنوعي خلاف رحمة، وقد عاشه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا على فهمه من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا المعنى لا يقتضي أيضا أن يحصل هناك إفراط أو يحصل تفريط، فالوسطية
الإفراط يعني أنه إذا كان شخص قد أخذ بمسألة اجتهادية فرعية، هذه المسألة اجتهد فيها مجتهد ذو أجر واحد، لأن اجتهاده الذي اجتهد فيه يعارضه نص من الكتاب أو من السنة. الواجب والحالة هذه أخذ ذلك الراجح وترك ذلك المرجوح، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. لا خيار إذا صح النص، النص إذا كان قطعي الورود قطعي الدلالة فالمصير إليه واجب، أما إذا كانت دلالته لا تحت أكثر من احتمال، لا تأكثر احتمال أكثر من احتمال، فهناك مجال للاجتهاد وللاختلاف التنوعي، وهذا باب واسع والدخول في تفاصيله لا يسعه يوم ولا ليلة، فضلا عن هذا الوقت المحدود الذي نسمعكم فيه من ذكر الله تعالى ما نسمعكم. فيا عباد الله، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن ومن قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أي في هذا القرآن سميتم مسلمين ليكون الرسول شهيدا عليكم. العاقبة والمآل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد بين يدي الله غدا، وأنتم قائمون في صعيد واحد، يسمعكم الداعي وينفذكم البصر، يشهد أمام الله تعالى أنه بلغكم رسالته. وقد أتحداكم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وأنتم معه في تلك الحجة التي هي حجة الوداع، والتي أمر صلى الله عليه وسلم فيها أن يشهد كل المسلمين معه تلك الحجة، قال مخاطبا لهم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم رفع إصبعه إلى السماء ونكب به إليهم وقال: اللهم اشهد. فهو قد بلغنا وسيشهد بين يدي الله تعالى أنه بلغنا، فالحذر الحذر من أن يشهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغنا وبعد تبليغه لم نعمل بمقتضى ما بلغنا. ثم إننا إن كنا إن شاء الله نرجو من الله أن نكون قد كنا أدينا وامتثلنا ما أمرنا به نبينا وما نهانا عنه، فنحن سنكون شهداء على الناس، سنشهد للرسل من قبلنا أنهم بلغوا أممهم، وذلك يعنيه قوله تعالى: وتكونوا شهداء على الناس. ثم إنه تعالى بعد هذا أكد أمر الصلاة وثنى بالزكاة فقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم أمرنا بأن نلتجئ إليه وحده وأن لا نخاف من غيره وأن لا نطمع في غيره، فقال: واعتصموا بالله يا أيها الناس، ما لكم من الله من ملجأ تلجؤون إليه، ما لكم دون الله من ملجأ تلجؤون إليه، فهو سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. واعتصموا بالله هو مولاكم ناصركم ومعينكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم لإنشاء المدح على وجه على أبلغ الأوجه، وهو سبحانه وتعالى أهل لذلك، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. هذا بمعنى قوله تعالى: فنعم المولى ونعم النصير، نعم المولى مولانا ونعم النصير ناصرنا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم بارك لنا في القرآن يا أرحم الراحمين، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم واجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا، اللهم واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين، يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب كيف شئت، صرف قلوبنا على طاعتك وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا وأله بين قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهن كيد الكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم كل المظلومين المضطهدين المقتلين المشردين من المسلمين اينما كانوا، اللهم كلهم وليا ونصيرا، اللهم واجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وامنا في اوطاننا، اللهم واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رمى بلدنا هذا او بلدا من بلدان المسلمين بزعزعه امن واستقرار فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائره السوء عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.